نبدأ حلقة جديدة من كافي بريك مثل العادة، معودين انه نطلع عليكم الصبح بهيدا الوقت. نحن دايما محضرين لكم احلى المعلومات بفقرات متعددة، تعودتوا عليها يمكن، ومنجرب كمان هيك نحط فقرات جديدة. اليوم رح يشاركني بالتقديم ليمي مدور، شاب جديد رح تتعرفوا عليه. هاي ليمي. هاي فابيان، اهلا وسهلا فيك بكافي بريك. ميرسي. انت رح تكون معنا من وقت للتاني بتقديم كافي بريك حسب وقتك، يعني حسب صح. انت كيف بتقدر. 100%. فمنرحب فيك من جديد ورح نكون سوا عم نتشارك بالمعلومات اليوم. ثانك يو فابيان. منبلش باول فقره، او قبل اول فقره مثل ما عودناكم بالانترودكسيون او بالمقدمه، ان نحكي عن صوره هيك فيها شوية مرح أو هيك تحط لكم شوية ضحكة على وجهكم. مثل ما شايفين راديولوجيست سيلفي، يعني هيك اللي بيعملوا الاختصاصية بالأشعة اللي بيعملوا صورة الأشعة، فهيدي الصورة هيك مهضومة بتبين كيف إنه هن كيف بياخدوا السيلفي لقلهم، فهيك شوي مهضومة الصورة، هيك منحب نبلش مزبوط. حلقتنا فيها. تاني شيء رح دغري ننتقل لفقرة ساينس اللي هي أول فقرة واللي تعودتوا إنه دايما نحكيكم عنها. اليوم رح نحكي عن شخصية اللي هي مرض نفسي إذا فينا نقول، الميغالومانيا. شو هي الميغالومانيا أو بالعربي جنون العظمة؟ أول شيء بدي أشكر مارلين دامارجان اللي هي المعالجة النفسية اللي ساعدتني بهودي المعلومات. الميغالومانيا هو تصرف مرضي، هي الرغبة المبالغ فيها بالتمجيد والقدرة، بحس حاله أنه عنده طموح وزهو وكبرياء لا متناهي، كمان عنده تقدير مبالغ لقدراته الشخصية تترجم برغبته غير المتوازية للقدرة وغرام حصري للذات، بينسب لذاته أعمال رائعة وصفات استثنائية. ممكن يكون سبب هيدا الشيء، هيدا الشخصية أو الميغالومانيا، هي إنه في نقص عاطفي بالطفولة وما في تقدير أو منعطى تقدير للذات من هو وصغير، وهن بالحقيقة بيكون عندهم نقص، يعني نحن بنشوفهم إنه عندهم هيك بنحسهم قوايا، بس هو للمظبوط عندهم نقص وبيعانوا من الشعور بالدونية وبفراغ اجتماعي كبير. تعتبر الميغالومانيا من الاضطرابات العقلية الوهمية المزمنة، وهو جزء من الشخصية النارسيسية. هذا المرض كتير منلاقيه أمثال منه عند الفنانين، مثلا مايكل جاكسون كان يملك لوحات فنية بتحمل صور لإله أو بوجهه، يعني بيكون وجهه محل شخصيات قديمة، محل وجوه شخصيات قديمة ومشهورة. منلاقي الميغالومانيا كمان عند طغاة العالم وعند كبار رجال السياسة مثل نابليون بونابرت، نيرون اللي حرق روما، عند هتلر، ستالين، اللي كان هدفهم كلهم انه يغزوا العالم ويقدروا يخلصوا ارضهم ويغزوا بلدان جديدة لحتى يكبروا بلادهم. كمان بيحسوا حالهم ان هن المخلصين، مخلصين ضروريين لبلادهم، وهن قادرين يعملوا هيدا الفرق الكبير، وبيفتشوا دايما على سلطة اكبر. بيدخلوا بهذيان انه هن قادرين يوصلوا لكل شيء هن بيحلموا فيه، واكيد هودي الاشخاص يعني حسب التاريخ شو بيخبرنا منلاحظ انه هودي الاشخاص كتير سببوا اذية للناس وللشعوب وللارض. بمجتمعاتنا هلا هيدي الشخصية عم بتبين أكثر وأكثر، لأنه عم مجتمعاتنا عم تدفع الأشخاص إنه يكون محورهم ذاتهم، وهيدا الشيء عم بخلي يزيد هيدا المرض إذا فينا نقول الميغالومانيا. بحسوا بحالهم إنه هن دايما أهم من الآخرين، موهوبين أكثر، أجمل، أعلى، بيستخدموا الكل لمصلحتهم، بحبوا يختبروا قدرات الآخرين حتى يشوفوا حالهم عليهم، وحتى بحطوهم إذا بدهم تحت خدمتهم. في علاجات للميغالومانيا بس بالعادة لأنه هن بيعتبروا حالهم أهم من المعالجين النفسيين فما بيروحوا لعندهم، يعني كمان ما بيقدروا يستفيدوا من العلاج. بيعتبروا رغباتهم لازم دايما تحقق، وإلا معارضتهم بتخلي يتسبب بنوبات غضب
يعني هيدي كتير بنلاحظها كمان، محورهم ذاتهم وما بيحسوا مع الآخرين، هو صعب التعاطي معهم من محيطهم لأنه في طريقة يعني لحتى نقدر نتعامل معهم لهؤلاء الأشخاص. فكيف بنتعامل معهم؟ هيك شوية نصايح على السريع. ما لازم ينعطى إعجاب إلا بمحله، مش دايما نعطيهم كومبليمان، يعني لازم نكون صادقين معهم والكومبليمان يكون بمحله، يكون بيستاهلوه. التصرفات او اداء لازم نقول عنها انه نفسر لهم شو هن التصرفات اللي ما بنلاقيها منيحه وبتكون يعني هن بيعتبروها استثنائيه، بس بنقول لهم انه ليه منا استثنائيه. ما لازم ننتقد شخصهم بل تصرفاتهم. لازم تنتبهوا من محاولتهم، هون كيف هن عم بيتصرفوا معكم، لازم تنتبهوا من محاولتهم للتلاعب فيكم، ان كان بتخويفكم مثلا ممكن يستعملوا جملة انتبه على حالك، أو مضحك ممكن يمدحوكم بطريقة بس يكون في من وراها معاني، يقولوا لكم مثلا أنت الأفضل، أو بتحميلك الذنب مثلا من بعد كل شيء عملته كرمالك. يعني هود الجمل ممكن كتير يستعملوها ويقدروا هيك يستفيدوا تيسيطروا عليكم. إذا لاحظت هلأ إذا أنت حسيت أنه في عندك صفات من هود الصفات، كيف ممكن تقدر أنت تنتبه لحالك وتقدر تتخلص من هالعادة أو هالشخصية البشعة إذا فينا نقول؟ لازم تعرف أنه حب الذات المبالغ فيه هو بيقتل ذاته. لازم نفصل الأفكار ونجرب أنه نعتبر أنه المحيط تبعنا عنده نية حسنة تجاهنا ونقدر نعرف حقيقتنا، نحب حالنا، نشكر حالنا ونهني حالنا. هودا أكيد الأشخاص اللي بيكون عندهم هيدي الشخصية، شخصية الميجالومانيا. هلأ مننتقل على النيو انفورميشن، الفقرة الثانية اللي رح يقدم لنا إياها ليمي، واللي هي رح نضلنا بنفس الموضوع بموضوع الميجالومانيا. شو رح تخبرنا؟ رح تحكينا شوي عن العلاج، صح. إذا في علاجات جديدة لميجالومانيا، صح. شو بتخبرنا عنها ليمي؟ هلأ بالإجمال الميجالومانيا أكثر علاجات كانت لها هي البسيكوثيرابي. ريسنتلي في علماء نفس وأطباء نفس اكتشفوا أنه العلاج اللي بينعطى للبايبولر ديس أوردر كمان عم بيفيد بالميجالومانيا. قرروا البسيكياتر انه وقت بيجي لعندهم شخص بيكون مشخص معه ميجالومانيا عم يعطوه بالهاي فيزز تبعه بالأوفوريا العلاج اللي بينعطى بالباي بولر ديس اوردر مثل النيورولابتكس، واذا كان هو بفاز ديبرسيون عم يعطوه انتي ديبرسور. بلس عن هيك لاحظوا انه العلاج الدواء لحاله منه كفيل انه يوصل الشخص لمرحلة يظهر من هيدا الشيء اللي هو فيها، اور بالنسبة لهم انه الحل الانسب هو يتزامن هيدا العلاج الطبي لمدة 6 اشهر تقريبا مع بسيكوثيرابي، حتى من بعد ما يخلص العلاج الطبي تضل مكمله هذا البسيكوثيرابي بشكل شهري او دوري. ما هلا نحن حكينا انه هو يمكن في صعوبه لهول الاشخاص انه يروحوا عند بسيكولوج اصلا، يعني عند معالج نفسي، صح، لانه هن بيعتبروا حالهم اهم منه بقى. هي هيدي مشكله شوي المحيط تبعهم او الناس اللي حواليهم، يعني يعرفوا مثل ما حكينا انه يعرفوا يزقفوا لهم وقت اللازم ويقولوا لهم وين الغلط وقت اللازم، ويقدروا يعطوهم ثقه بالنفس. يعني مثل ما حكينا بالنهايه انه هي مش كل المشكله في عندهم نقص بالثقه بالنفس. مزبوط. بس بدي زيد كمان شغله صغيره، بالاضافه لانه معقول يكون سبب الميجالومانيا هو نقص بالحنيه او بالعاطفه، كمان تبين انه في عوامل جنائيه ممكن تسبب هيدا الديس اوردر، المنتل ديس اوردر، إضافة إلى أنه المدمنين على الكحول والتدخين كمان عندهم حظوظ أكبر بأنه يصير معهم ميجالومانيا من الأشخاص يلي هن عايشين healthy lifestyle. أوكي، ميرسي على المعلومات تبع new information. هلأ كمان رح ننتقل لفقرة مواطنة أو citizenship اللي كمان رح تقدم لنا إياها. هيدي الفقرة هيك جديدة بحلقاتنا عم بتكون.
رح نحكي فيها أكثر عن تعريف المواطنة. شو هي المواطنة؟ هيك نحن بلبنان هلأ عم نعيش أوضاع حلو، نحكي شوي أكثر عن المواطنة. هلأ بالإجمال بس نحن نقول مواطنة أو كلمة مواطن، المواطن هو شخص بينتمي لجماعة بتخضع لقانون معين. ممكن هو يحصل على هيدا المواطنة إما بالولادة، يعني إذا هو خلق مثلا مواطن لبناني، وممكن هذا الشيء كتير عم نشوفه مجددا أنه بيحصل المواطنة تبعه بالاختيار، وقتها هو بيقرر أنه أنا بدي هاجر وبدي أحصل على جنسية تانية. منلاقي أنه في ثلاث أنواع للمواطنين. عندنا المواطن يلي بيبني حسه الوطني على المصداقية، على حس المسؤولية وعلى الالتزام. عندنا المواطن يلي هو بيبني مواطنيته على حس المشاركة السياسية، إن كان بالمشاركة بالانتخابات، إن كان بالعمل التطوعي بالجماعة. والنوع الثالث من المواطن هو المواطن يلي بينحاز على الطرف القضائي أكثر، يعني المواطن يلي منشوفه مهتم بالأمور القضائية، كيف يبني إذا بدنا أو كيف يطور قانون هيدي الدولة يلي هو بينتمي لها، لأنه بيكون شايف أنه فيه خلل ببعض الأمكنة. يعني إذا فينا نقول المواطن هو شخص دايماً همه وطنه، هيك بيطلع عكبير، يعني مش بس أنه هو شو مصلحته بس بتقضي، يمكن كمصلحة وطن 100%. وهيدا كمان من مزايا المواطن الصالح، أنه هو شخص مسؤول، شخص بهمه الوطن وبهمه الآخر، مش بس بهمه حاله. هلأ منشوف الكوت، الكوت تبع الفقرة لمين اليوم بدنا نشوف؟ مقولة لجبران خليل جبران بيقول: يقوم الوطن على كاهل ثلاثة، فلاح يغذيه، وجندي يحميه، ومعلم يربيه. حلو، يعني هي دايما بهيدي الفقرة رح نجرب لمين انه دايما يكون في كوت عن الوطن، هيك نسمع هالكبار شو حكيوا عن الوطن، كيف كانوا مواطنين، كيف دايما حملوا الوطن بيفكرون، وين ما راحوا كانوا عم بيحكوا عن الوطن بغض النظر شو هو الوطن. صحيح. نحكي فيه. خلصت فكرتنا لهلا المواطنة، هلا أنا وياك بدنا ننزل على الحقلة. في عنا فكرة أجريكالتشر اللي هي دايما بنحكي فيها عن فاكهة معينة أو خضرة معينة. هلا لنشوف اليوم عن شو حنحكي. اليوم رح نحكي عن اليقطين، ما بعرف إذا بتحبوا، هيك نحكي شوي معلومات زيادة أكيد رح تحبها. فكرة أجريكالتشر مثل ما حكينا هي عن اليقطين، هي في معلومة يمكن ما بتعرفوها، إذا بدكم تنطرونا لآخر الفقرة لحتى تسمعوها. وشو هي أكبر يقطينة؟ أنا بقولها لقطينة بقى لحتى نشوف لآخر الفقرة شو هي أكبر لقطينة كانت حسب نزلت بكتاب جينيس. زراعة اليقطين بتصير بكل القارات، بتصير بأماكن واسعة ومش مسي لأنه هي بحاجة لأماكن حارة. هي طويلة كتير، 20 ل 30 قدم، كرمال هيك هي بحاجة لمطرح كبير لحتى تكبر فيه. 80 ل 90% من اليقطين فيها مي، فهي بحاجة لكتير من المياه، ووقتها يصير يتحول لونها لبرتقالي لازم نخفف المياه، ومنقطع عنا المياه كليا قبل الحصاد لمدة 7 ل 10 أيام. لازم ننتبه انه المي ما تجي على الوراق، وإلا ممكن هيدا الشي يعرضها لمرض فطري، يعني منصير نشوف على الوراق مثل كأنه في غبرة أو كأنه مرشوشة بودرة. من بدها وقت 85 ل 125 يوم لحتى تنضج. النضوج منعرفه، كيف منعرف انه اليقطين نضجت؟ هي حسب شكلها بيصير بيضاوي أو دائري، وإذا المحصول بلش يتأرجح ذهبا وإيابا كمان يمكن بتصير خفيفة، والجذع بيبس، بيبين على الجذع أنه يبس. كل يقطينة فيها تقريبا 500 بذرة. هلأ بتعرفوا أنه في كتير أنواع لليقطين وأنواع كتيرة، هلأ مثل ما راح نشوف بالصور الحلوة اللي اخترت لكم إياها
في كتير أنواع، بس أكيد ما رح أقدر أحكي عن كل الأنواع لأنه عن جد كتار، وبكل نوع في أنواع. يعني هلأ بتشوف لمي الصور الغريبة اللي رح نشوفها. في عنا اليقطين العملاق اللي بيوصل ممكن يوصل وزنه ل 45 كيلو. في عنا القرع الأحمر البرتقالي واللي في منه صنفين، رح أحكي عن صنف واحد اللي هو يقطين ساندريلا لأنه بيشبه عربي ساندريون هل منشوفها نحن وصغار. هو مسطح أضلاعه عميقة وطعمه شبه حلو، يعني أصناف مثل ما شفناها منوعة بأحجام مختلفة وأضلاع، يعني مثل ما شفنا حسب الأضلاع كمان بأصمون، وأكيد غنية كمان بالمواد الغذائية تبعها. صحيح، في عندها كمان هيدي الميزة أكيد. في كمان يعني حب أعدد الأنواع بعد اللي هي لقلك الأسامي لأنه أنا استغربت كتير من الأسامي. يقطين اللاكوتا، القرع الجبني، اليقطين الأبيض الشبحي، القرع الأخضر، اليقطين الصغير، القرع المبذر، يعني مثل ما شفنا كتير وكتار كتار، يعني أصناف تعد ولا تحصى. ما هيك مثل ما شفنا بالصور. وأكبر يقطينة حسب الجينيس هي صارت ببلجيكا بسنة 2016 اللي وزنها من 1190 كيلو 1190.49 كيلو، وهن بيعتبرون من وزن السيارة، يعني بهذه المسابقة بتكون قد وزن السيارة. بالآخر الكوب من اليقطين في أقل من 100 كالوري، يعني تعتبر اليقطينة كتير خفيفة. ف هيدي معلومة أجريكالتشر قد لقيتها هيك معلومة جديدة، يمكن أغلبنا ما كان كتير يهتم بهذا الموضوع، موضوع اللقطين، مع أنه في عنا أكلات تراثية من اللقطين. ما هلا أنا بحب دايما من بعد هيدي الفقرة أحكي عن فقرة يوز أوف ذا فروت اللي هي فقرتنا الخامسة اللي بنحكي فيها عن يوز اوف ذا فروت او استخدام الفاكهه اللي بنحكي فيها بالاجريكلتشر واللي هي كيف بنستخدم اليقطين. وهلا رح تشوف كمان شو في اشياء ما بنعرفها نحن. مثلا تستخدم بالشوربه، بالبوري، هلا رح نشوف الصور كمان بالبوري، بالحلو اكثر شيء، بالباستا، بالكبه، كبه عندنا بلبنان قد مشهورين فيها، بالكوكيز، بالزبدة، زبدة اليقطين، بالبراونيز، بالتارت، ممكن كمان نستخدمها مع الرز، ممكن نعمل منها مربى كمان. بنسمع انه كتير خاصة عنا الكبار بالعمر انه بيستخدموا بيعملوها للمربى. ممكن اللب كمان تبع اليقطين يستخدم للبشرة، بفوت فيه انزيم بتساعد انه نتخلص من الجلد الميت. بالتزيين مثل ما عم نشوف هالصور الحلوة ممكن نستخدمها كحوض للبو، نزرع فيها لأنه فينا نفضيها ونزرع فيها، نحط فيها تراب ونطلع فيها حيل زراعة ممكن نزرعها. والبذور طبعا، يعني عم بجرب شوف انه كل شيء بهاليقطين قد فينا نستفيد منها. البذور تبعها المكسرات، البذر الابيض اللي بنحكي عنه، بالخبز الفرنجي كمان بفوت هودي البذور، وحتى العصافير كمان ممكن تتغذى، ممكن يطعموهم من هودي البذور. فهيدي فقرة اليوز اوف ذا فروت. ما بعرف اذا في اشياء هيك حسيتها جديدة مش سمعها قبل. يعني اكتر شيء استغربته هو موضوع انه اللقطين بيستعملوه بالحلو، هذا موضوع غريب. انا كمان ما توقعت هالشيء. وحلوة فكرة انه عم نقدر نستعمل الجلد تبع اللقطين لنزرع فيها، يعني بهالطريقة كمان بنكون عم نروح شوي لموضوع الريسيكلاج تنخفف شوي من المهملات تبعنا. ايه مزبوط، انه احلى هيك بنكون عم نستفيد منها، يعني هي شكلها قد بيطلع شكلها حلو كمان على البلكون. انا رح جربها هيدي المرة الجاي. هلا بننتقل للفقرة ما قبل الأخيرة اللي عنا اللي هي ستوري اوف هوب، كمان هيدي فقرة من الفقرات الجديدة اللي عم نحكي فيها بحلقاتنا، واللي حابة احكي فيها عن قصص كلها أمل، اللي هي منخبر بكل حلقة قصة هيك تعطينا شوية أمل لحتى نقدر نكفي بشو ما كانت الظروف تبعنا، وقد ما تكون الظروف صعبة
صعبة حوالينا، نعرف لمي قدي عم نقطع صح. بفترات صعبة. قديش نحن هلا بحاجة لقصص أمل، قصص يمكن تخلينا نرجع نطلع لقدام ونرجع نكفي. رح نشوف هيدي القصة اللي عن جد هلا مؤثرة، بس قصة كتير حلوة وبناخد منها عبر دايما. رح نحكي فيها عن شاب اسمه جون بيكر اللي هو عداء أمريكي من أسرع العدائين بالعالم. خلونا نشوف شو قصته لجون بيكر مع جملة أبذل أقصى الجهد، أو أنا أبذل أقصى الجهد عندي. بلش جون نجاحه بعمر 18 سنة بالرغم من أنه بنيته كانت غير متناسقة للجري بالسباق بالنسبة لغيره من الأشخاص اللي بيشاركوا عادة بالسباقات، بس وكان هدفه بهيدا الشيء أنه صديقه اللي هو كانوا يعدوه من العدائين اللي كتير قوية أنه يشارك، ففات هو لحتى يخلي رفيقه يفوت على الفريق فريق العدائين. بعكس كل التوقعات وبأول سباق لإله فاز جون بيكر بالسباق، ووقتها خبر شو صار معه بالسباق، خبر وقتها أنه وقتها صار بمنتصف مسافة السباق بيسأل حاله هل عم ببذل أقصى جهدي؟ هيدا الشيء خليه يركز على كل عداء عم بيكون قدامه لحتى يقدر يتخطاه ويوصل للآخر، وهيك قدر يربح بأول سباق لإله. وبهيدي الطريقة نجاحه كفى، ونجاحه كفى من سباق لسباق، ويعني نجاحه ما كان صدفة، نجاحه كان مثل هو عم بخطط له بهيدي الجملة اللي سمعناها. مثل ما قلنا تكررت نفس النتيجة بكل السباقات، كان يتحول من صبي مراهق خجول ومحب لروح المرح لمنافس شرس وعنيد وعداء مخلص لأدائه لا يقهر، وقدر يحطم أرقام قياسية بالسباقات خاصة بسباقات الولاية، وعمره كان بس 18 سنة، وحتى نجاحه وصل على مستوى البلاد. وقت تخرج اجي 3 عروض لحتى يشتغل فيهم كمدرب وبثلاث كليات، بس هو كان يحب انه يتعامل مع الاطفال، فحب انه يكون مدرب للاطفال، وكان حابب كمان يشارك بالالعاب الاولمبيه، فصار مدرب رياضه بمدرسه ابتدائيه، وكان يتميز كيف كان يتعاطى مع هالاطفال، ما كان يعاقب او ينتقد النقص اللي عندهم او نقص القدرات، فكانوا كل الاطفال يحبوه ويوثقوا فيه. وكان شو يطلب من كل طفل؟ الجملة اللي سمعناها بالأول أنه أبذلوا أقصى جهدكم. بعمر 25 سنة وهون بلشت المشكلة، أنه بلش يحس بألام قوية، فعمل الفحوصات ونتيجة الفحوصات كان أنه عنده سرطان، وسرطان منتشر، وحتى الحكيم اللي كان عم بيتابعه بهيدي الفترة توقع أنه يعيش بس 6 أشهر، بس ما خبر حدا الحكيم، حتى جون ما عرف هيدا الخبرية. أكيد بالنسبة لجون وقت عرف هيدا الموضوع كان بالنسبة لإله إنه الحلم خلص ومشواره المهني كمان، يعني ما بقى في عنده مستقبل. وبيوم من الأيام بيروح بسيارته لوحده على الجبال وبيقعد ساعات، ومن بعد هيدي الساعات اللي قعدها لحاله بيستعيد ابتسامته وبيرجع بيخطط للمستقبل. بيخبر شو صار معه بهيدي الفترة اللي قعد فيها لوحده، بيقول انه هو بالجبال وهو بسيارته بيقرر انه ينتحر، بس وقتها كان عم يدعس على البنزين بسيارته لحتى ينتحر، دغري بيطلعوا بيوجهوا صور الاطفال اللي هو بيهتم فيهم اللي بيدربهم، وشو كان يقلهم انه ابذلوا اقصى جهدكم. ف مثل كأنه رجع تذكرها هيدي الجملة، انه هل انا بهيدي المرحلة عم ببذل اقصى جهدي؟ كرمل هيك رجع خجل من حاله وقال شو ما كان الوقت اللي باقي لي رح كرس حالي للاطفال. وهيدا اللي صار. من بعد ما عمل العملية الثانية رجع لتدريب، ولتدريب ذوي الاحتياجات الخاصة، وكان كل الاطفال تبع هودل يعني ذوي الاحتياجات الخاصه كان عندهم دور، يعطيهم دور يكون مساعد مدرب، يكون كبير المشرفين على المعدات، فكان دائما يساعدهم ويحفزهم لحتى يقدروا يشتغلوا ويكون لهم دور.
وكمان ليساعدهم لحتى يتقدموا للولاد كان يعطيهم شارة من صنعه وتصميمه اللي كان هو يصممهم بالليل وعلى نفقته الخاصة، لأنه بذلوا أقصى الجهد اللي عندهم. وكان دايما يوصل له رسائل مدح من الأهل تبع هود الأولاد، لأنه كتير كانوا ينبسطوا بالأداء. بهذه الفترة أكيد حالته والمرض تبعه كان عم بيزيد، والحكيم اقترح عليه أنه يعطيه مسكنات، بس هو رفض، لأنه الحماسة بيعتبر أنه المسكنات رح تخفف له الحماسة تبعه. فيضل كرمال هيك كان بده هو يضل يقدر يشتغل مع الأطفال. وأول سنة 1970 بيطلبوا منه أنه يدرب فريق للبنات الصغار اللي هن فريق عدائات، فبيوافق. وحسب شو شاف البنات وحسب تجاوبهم معهم بيتوقع أنه هود البنات رح يحطموا أرقام قياسية ورح يوصلوا للنهائيات الاتحاد الأمريكي لألعاب القوى. وهيدا اللي صار، دعوهم لهيدا للمشاركة، بس هو ما كان قادر بقى يكون موجود باللعب على الأرض، فكان عم بيراقب التدريب عن بعيد. وبالفترة اللي قربت لحتى يشاركوا البنات بالمسابقة اضطر انه يفوت على المستشفى لانه ساءت حالته اكثر واكثر. فكان يتواصل معهم ومع الفريق مع كل بنت لوحدها بالتليفون لحتى يقدر يقلها ابذلي اقصى جهدك. بعد 18 شهر من اول زيارة للحكيم وتعرف انه معه السرطان توفى من بعد 18 شهر، يعني عايش 12 شهر من بعد الوقت اللي كان محدد له. ومن بعد وفاته بيربحوا الفتيات بالجائزة وبيهدوا المسابقة وبيهدوا الجائزة لجون بيكر، وبيطلب وبيطالب الأطفال بوقتها أنه يغيروا اسم المدرسة تبعهم لحتى تصير باسم جون بيكر. وهيدا اللي صار، يعني منلاحظ أنه جون بيكر بالآخر ما اختار المرض، بس اختار أنه يكمل حياته، واختار ردة فعله تجاه المرض، واختار أنه يساهم بالأعمال تجاه الأطفال، يعني أعطى لحياته معنى. هيدي قصتنا لليوم، وبعرف ليمي كيف كانت. بالفعل قصة كتير مؤثرة، ومنشوف أنه هون كمان كان في نوع من الشجاعة عنده، كان في روح شجاعة كتير قوية، لأنه صحيح. يمكن حدا غيره كان استسلم وأخذ مسكنات، ويمكن قضى وقته الفاضي بالبيت. هو اختار انه يكمل بالمسيره تبعه لاخر رمق، مثل ما قلنا، يعني عطى لحياته معنا. رح ننتقل سريعا لاخر فقره لانه ما بقى عنا كثير وقت، هي فقره بانز اللي نحن معودين المشاهدين عليها ليمي، واللي اليوم رح يقدم لنا اياها شرب الصايغ مثل العاده، واللي رح يحكي فيها منشوف الصور تبع البامبكنز او اليقطين، منشوف حب يفرجينا انه قد ايه في انواع الكبير والصغير وكل الالوان. فهيدي حلقتنا لليوم ليمي، نحن بنوعد مشاهدينا بحلقة تانية نحن وياك بكافي بريك. وحلقتنا اليوم مشاهدينا خلصت، ان شاء الله تكونوا حبيتوها. انطرونا بنفس الوقت وما تنسوا الإعادة 5:30. باي.